اهلا بكم مره تانية. ما زالت فقرات هذا الصباح مستمره معاكم. خلينا نتابع احوال المرور، ومعانا على الهاتف سياده الرائد محمد الشربيني المشرف بغرفه عمليات الاداره العامه للمرور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم لحضراتكم وجميع المشاهدين. اهلا بيك. تطلع ساده المشاهدين من فضلك على احوال المرور في انحاء القاهره الكبرى. وطبعا في البدايه بالنسبه للطرق التابعه للاداره العامه للمرور السريعه، الحمد لله مطمن الجميع ان الحاله الجويه عليها مستقره تماما. ما عندناش اختراق باي امطار او اي شبوره تؤدي الى اغلاق او تحويل اي طريق. كافه الطرق السريعه مفتوحه امام حركه المرور، بنتمنى السلامه للجميع. بالنسبه للحاله دلوقتي، يمكن استمرار لاحجام الحركه المعتاده في الظهور الصباحيه. اهم الاماكن التابعه للاداره العامه للمرور هي طبعا طريق سايل، في مازال احجام حركه متوسطه على مناطق كوبري الاستيراد والقادم من اعلى النيل واتجاه القاهره الجديده، الاحجام المعتاده الفتره الصباحيه. الاتجاه الاخر اتجاه الجيزه يعمل بشكل جيد جدا، ممكن استخدامه للمتجهين للجيزه من القاهره الجديده يكون افضل من وسط المدينه. ايضا على الطريق الدائري القادم من مناطق السلام او القادم من الطريق الزراعي اتجاه مناطق السلام والموقف السلام الجديد، احجام حركه ما زالت مرتفعه بيتم التعامل معها الان. الاتجاه الاخر الحمد لله يعمل بشكل جيد جدا، ما عندناش فيه اي مشكله او اي توقفات اتجاه الطريق الزراعي القديم او الجديد. باقي قطاعات الطريق الدائري انتهينا من الذروه الصباحيه اللي كانت موجوده عليها، كانت موجوده الذروه الصباحيه ودلوقتي الحاله بتتحسن بشكل كبير. بناكد بالنسبه لمداخل القاهره من طريق السويس والاسماعيليه حتى مناطق الدائري يعملوا بشكل جيد جدا حتى الان، ما عندناش اي مشكله في الاتجاهين. ايضا بالنسبه لمتحف 29 يوليو من الاماكن اللي تشهد احجام حركه مرتفعه قادمه من مدينه اكتوبر اتجاه الجيزه، ما زالت مستمره حتى الان. الاتجاه الاخر يعمل بشكل جيد، بناكد ان يقدر يستخدم بدائل محور 26 يوليو زي محور الواحات ومنه للفوص الغربي ثم الدائري، او محور راجل الفرع الجديد القادم من اكتوبر اتجاه الدائري مباشره من الدائري للجيزه والقاهره، استخدام المنازل الخاصه بيهم هيكون افضل لحين انتهاء الذروه على الصحيه على المحور الاحمال عليه. باقي الطرق الحمد لله الحال عليها هدأ بشكل كبير بالنسبه للطرق السريعه بالكامل. وايضا بالنسبه ل ما عندناش اختراق باي حوادث او اعطال تؤثر على الحركه المروريه، مستمرين طبعا في المتابعه مع عده الحملات على كافه الطرق طبعا لجميع الالتزام بتعليمات رجال المرور، وايضا تقليل السرعات ومضاعفه مسافات الامان لتقليل الحوادث، ومتابعه مع حضراتكم باذن الله على مدار اليوم ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده الرائد محمد الشربيني المشرف بغرفه عمليات الاداره العامه للمرور. هيا احنا يعني تابعنا خلال الفتره اللي فاتت اخبار اكاديميه الشباب اللي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي فعلا هتبدا فعليا العمل شهر اكتوبر القادم. الفكره دي مش وليده النهارده، دي بقالها سنتين واكتمل بناء الفكره هذا العام، بقت مؤسسه كبيره لها مبنى مستقل لها موازنه، في قرار رئاسي طالع لها، والمفروض ان هي هتؤهل الشباب للتولي القيادات والوظائف العليا في مصر على غرار المدرسة الوطنية الفرنسية، ودي من أكبر المدارس الإدارة في العالم اللي بتخرج يعني أغلب الساسة اللي عايزين يشتغل في مجال السياسة أو يرتقوا في السلم الوظيفي بيكونوا خريجي هذه المدرسة الوطنية للإدارة. هنعرف تفاصيل أكتر عن هذه الأكاديمية. خلوني الأول أرحب بضيفي الكريم اللي هينورنا في هذه الفقرة، الدكتور وائل الطناحي أمين عام المجلس الوطني للشباب. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. صباح الخير. صباح أهلا بيك. نشوف الأول تفاصيل أكتر عن هذه الأكاديمية والشراكة مع المدرسة الوطنية للإدارة اللي هي الفرنسية من خلال التقرير التالي، ثم نبدأ معه حوارنا مع ضيفنا. دائما ما تبحث الدول عن جهاز إداري مزود بموارد بشرية مدربة وفق أفضل المناهج العلمية. من هنا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر للاستفادة من خبرة المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة عن طريق إنشاء شراكة كاملة مع الأكاديمية المصرية للشباب. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس مع باتريك جيرارد رئيس المدرسة الفرنسية للإدارة، حيث بحث التعاون بين الأكاديمية الوطنية المصرية للتدريب وتأهيل الشباب والمدرسة الفرنسية،
والتي تعد من أرقى المؤسسات الدولية في مجال إعداد المسؤولين لتولي المناصب الإدارية العليا. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس المدرسة الفرنسية أكد تطلعه للتعاون المشترك لتدريب الشباب المصري، مشيرا إلى أهمية التعاون الذي يأتي في إطار العلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين. كما أشاد جيرارد بالمستوى المتميز للشباب المصري الذين التقى بهم خلال زيارته لمصر. وتطمح مصر لأن تصبح الأكاديمية المصرية المصدر الرئيسي لاختيارات القيادات وكبار المسؤولين في الدولة وفق معايير الكفاءة وتكافؤ الفرص، وذلك لتزويد الجهاز الإداري المصري باحتياجاته من الموارد البشرية وفقا لمتطلبات التنمية الشاملة. دكتور وائل الطناحي، أمين عام المجلس الوطني للشباب، عايزين نعرف السادة المشاهدين في عجالة بداية يعني ولادة فكرة أكاديمية الشباب اللي احنا يعني فخورين بيها دلوقتي. طيب أنا هتكلم على الجزء اللي خصني أنا فيها كمجلس وطني للشباب، إنما طبعا هي في الآخر خالص هي القيادة هم اشتغلوا واجتهدوا والحمد لله تم خروج الفكرة النور في مؤتمر شرم الشيخ آخر 2016، وكانت حاجة قوية جدا ومفاجأة كويسة جدا لمصر وشباب مصر كلها، والسياسيين كمان مصر وكواد مصر اللي هم هيتأهلوا من خلالها، لأن مش هتبقى للشباب بس على ما أعتقد يعني، لأن هي المفروض يعني عملية لتأهيل القيادات بشكل عام. إحنا جينا في 2014 تحديدا عملنا حاجة اسمها الأكاديمية المصرية للإدارة، وكانت على فكرة وعلى غرار لينا اللي هي المدرسة الفرنسية للإدارة. وعملنا الفكره دي تحديدا واتقابلنا مع معالي وزير الشباب وقتها كان المهندس خالد عبد العزيز برضه، وعرضنا عن الفكره وعجبته جدا، وبعتنا برضه للرئاسه ملف كاملا، وكان هو نفس الموضوع، هو المسمى بس اللي اختلف بعد كده، وكمان نفس الموضوع ده كان علشان كان وقتها عايزين الشباب يشتغلوا ويتاهلوا ويبقوا نواب وزراء ونواب محافظين لمجرد ان هم يعني موجودين في الاعلام او هم سياسيين او ناشطين او ناشطين سياسيين زي ما كان المصطلح ده موجود وقتها. فقلنا لا يعني ما ينفعش كل حاجه لازم يبقى لها تاهيل، احنا لازم نكون مؤهلين عشان نبقى ما نخسرش مبادره الدوله تجاه الشباب. انا لو مش مؤهل واتحطيت في منصب او اتحطيت في مكان وطلعت اقل من المستوى خلاص فشلت التجربه، ففشل فكره الشباب في عيون كل اللي ممكن يدعموها بعد كده. فكان التاهيل هو كان اساس كل حاجه. فكان على غرار لينا كويس فكرنا في انا والدكتوره دليله مختار تحديدا يعني كانت فكرتنا، وكتبنا الموضوع كاملا المشروع كاملا من اي تو زد، والحمد لله توجهنا بيه لمعالي وزير الشباب وافق عليه وقتها، وتوجهنا للرئاسة وقتها حتى ودينا الملف كان 1/3/2015 بس كان المؤتمر الرئاسي المؤتمر الاقتصادي كان 18/3، فتأجلت المقابلة وبعد كده حصلت بقى ظروف فتأجل الموضوع شوية، وتم توثيق الموضوع ده هنا من خلال التلفزيون المصري في أكتر من برنامج وقتها. احنا طبعا بنفخر في الآخر ان تم نفس الموضوع، اي نعم المسمى اتغير، طلعت من مؤسسة الرئاسة في الآخر خالص هي طلعت لمصر وشباب مصر، مش مهم باسم مين مش مهم عشان مين، المهم ان الحمد لله ان احنا النهاردة بصدد ان احنا يكون عندنا مدرسة قوية او اكاديمية قوية هتبقى دولية وهتضاهي المدارس الدولية ان شاء الله. عايزين نعرف تفاصيلها بقى، يعني ايه المدى الاستفادة اللي ممكن تعود على مصر من انشاء مثل هذه الأكاديمية، والاستفادة من التعامل مع المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا؟ طب الأول عايزين نعرف الناس ايه هي المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا. هي ده مصنع السياسيين والكوادر والقيادات لفرنسا وللعالم، لان هي بتعمل تعاون مع معظم دول العالم، عامله تعاون مع اكثر من 128 دوله، مدربه اكثر من 3750 فرد من الدول المختلفه علشان يعرفوا ازاي يتعاملوا ككوادر قياديه عامه سواء سياسيه او سواء اداريه. فده اللي عمل للمدرسه ده دي قيمه، وخرجت فعلا نوابغ زي مانويل ماكرون وزي جاك شراك وكتير قوي من القيادات اللي موجوده في فرنسا حاليا وبعض قيادات العالم كمان. فده كان عامل اساسي ان هم يؤهلوا يبقوا فاهمين يعني ايه اداره، يعني ايه يبقى قائد، يعني ايه يبقى ليدر، يعني ايه سياسه، يعني ايه يتعامل مع كل الامور بشكل قوي جدا. احنا كنا محتاجين في مصر هنا حاجه زي كده، احنا عندنا في مصر الممارسه السياسيه والاداريه معتمده على ممارسه الشخص وخبراته.
ملهاش جانب معين بيدرس فيه بيؤهل فيه بشكل أساسي. كان زمان الحزب الوطني وبعض الأحزاب، حزب الوفد، حزب التجمع، الحزاب اللي كانت موجودة. دلوقتي ما شاء الله عندنا الأحزاب بالعدد مش عارفين هم قد إيه من كترهم يعني. فدي كانت الحاجة اللي هي بتؤهل سياسيا وإلى حد ما إداريا. طب إحنا الشباب محتاجين يؤهلوا بالفعل. جت فكرة البي إل بي وبدأ التدريب البرنامج الرئاسي، فكرة كويسة جدا، بس ماذا بعد؟ يعني ماذا بعد البي إل هم تأهلوا؟ ماذا بعد؟ هروحوا يشتغلوا في الحكومة أو يشتغلوا في أماكن برضو مش هينفع. فلازم يبقى عندهم تأهيل قوي جدا يأهلهم أنهم يشتغلوا في كل مكان في مفاصل الدولة، سواء خاص أو سواء عام. احنا لازم نحدد الأول مين هم الشباب المؤهلين أو مرشحين للالتحاق في هذه الأكاديمية. طيب هو مبدئيا إلى الآن لم يحدد، ودي برضو احنا لسه علامة استفهام ومش عارفين. هو المعنى الأساسي والغرض الأساسي من الأكاديمية هو تأهيل كوادر وخلق قيادات سياسية موجودة وقيادات إدارية. طيب تأهيل الكوادر يعني أنا عندي كادر اوريدي موجود، يعني أنا ممكن الموجودين أصلا عندي من مديري العموم وكلاء الوزراء يؤهلوا من خلالها، من خلال دورات داخلها. وعندي الكوادر السياسية اللي هي موجودة وقيادات في أحزابها، وممكن يكون سنهم معدي سن الشباب، ممكن يؤهلوا برضو من خلالها. وعندي برضو مشكلة تانية، احنا بما ان السياسة عندنا على الأرض من خلال الممارسة، احنا عندنا سياسيين كتير ما عندهمش مؤهلات علمية عالية تؤهلهم. مثلا لو حطينا ان شروط الالتحاق يبقى مؤهل علمي عالي برضو، فده لازم يتحط في الحسبان على الاقل في الفتره اللي جايه لفتره معينه، لحد ما نعمل ظهير او 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 قاعده معقوله من اللي موجودين عندنا على على على, على الساحه فعلا. وبعد كده نبقى نعلي سقف المعايير اللي احنا ممكن نختار عنها يعني على اساسها. ده مهم جدا لان احنا الوضع في مصر فارض علينا ده. احنا لسه اي بي سي سياسه، اي بي سي اداره، لسه من بعد الثوره بادئين يفهموا يعني ايه السياسه كشباب، كقيادات حتى، كشعب يتعامل فيه، لسه بادئ يفهم يعني ايه اهميه الاداره. فمحتاج ان هو لما يبقى في مكان قوي زي ده محتاج ان هو يوصل له. طب ده لو لازم يتحط في الاعتبار في معايير الاختيار، او يتعمل له على الاقل جانب معين بيبقى مخصص للحاجات دي الى جانب المعايير والكرايتيريا الاساسيه اللي يتم الاختيار على اساسها. طب خلينا نتصل بدكتوره دليله مختار شريكه حضرتك في هذه الفكره ورئيس المجلس الوطني للشباب، هي معانا على الهاتف. اهلا بك دكتوره دليله. اهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح النور يا فندم. دكتوره دليله، يعني شعور حضرتك وانت شايفه الاكاديميه دلوقتي، اكاديميه الشباب، بترى النور، وماذا تتوقعي من يعني اثر لتكوين كوادر وقيادات شبابيه لتولي المسؤوليات في المرحله المقبله باذن الله؟ ويا ريت لو تطفي التلفزيون تسمعينا من التليفون حضرتك. اول احب بس اعبر عن فرحتي وسعادتي ان انا اقول ان انا سعيده جدا جدا ان احنا فكرتنا وصلت بطريقه او باخرى، عشان الفكره زي ما تفضل زميلي دكتور وائل الطناحي انها كانت فكرتنا منذ سنه 2014. هي في الحقيقه مش بس من سنه 2014، ولكن باعتباري برضو يعني خريجه من احد الجامعات الفرنسيه واللي هي جامعه السوربون، كنت دايما غيوره جدا ان احنا ليه ما يبقاش في عندنا على غرار لنا او ليكون ناسيونال ادمنستراتيف او اللي هي المدرسه الوطنيه للاداره، ليه ما يكونش عندنا اكاديميه او مدرسه مشابهه ليها، علشان هي فعلا تعتبر من اعرف المدارس في مجالها على مستوى العالم. يعني هي المدرسه الوطنيه للاداره هي انجبت طبعا قامات فرنسيه كبيره، هنذكر منهم مثلا اربع رؤساء، هنتكلم مثلا عن فاليري جيسكار ديستان، عن جاك شيراك، عن فرانسوا اولاند، والرئيس الحالي ايمانويل ماكرون طبعا، وكثير جدا جدا منهم. المؤسسه اصلا هي تعتبر مصنع لرجال القيادات المدنيه والاداريه. فطبعا نقول ان احنا يبقى في خطوه لينا ان احنا نسير على خطى هذه المدرسه. الموضوع مش عيب ان احنا ناخد من الناس اللي سبقونا في التجربه، لا سيما ان المدرسه ليها تاريخ، وتاريخ مشرف، تاريخ كبير. كل من تخرج من هذه المدرسه كانت له مكانه في الدوله، حتى الخريجين
اللي هم من دول تانية طبعا. يعني طب احنا شايفين حتى على الهوا دلوقتي لو متابعانا برضو لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بباتريك جيرار رئيس المدرسة الوطنية الفرنسية اللي كان بيزور القاهرة واللي اعرب بالحقيقة عن سعادته بهذه الأكاديمية واستعداده للتعاون الكامل واحنا نكمل اعلان بالفعل عن شراكة مع المدرسة الوطنية للإدارة. من خلال خبرة حضرتك ما يمكن نقله من تجربة أو ما يمكن الاستفادة منه من المدرسة الوطنية للإدارة في هذا المجال؟ لا أكيد الاستفادة طبعا هتكون كبيرة جدا. يعني نتكلم مبدئيا في الكوادر اللي عندهم اللي هو سواء المحاضرين سواء المادة العلمية سواء التجارب اللي هتبقى متبادلة لو هنتكلم مثلا عن الخبرات الدراسة في الخارج يعني يتهيألي ان هتبقى الاولويه على الاقل مبدئيا بالنسبه اللي هم بيبقى عندهم اللغه الفرنسيه واللغه الانجليزيه الاثنين على حد سواء عشان الخبراء هناك عندهم طبعا اتقانهم للغه الفرنسيه رقم واحد ثم للغه الانجليزيه. فان شاء الله من خلال يعني التعاون هيكون تعاون مجدي لا سيما زي ما ذكرت لحضرتك يعني على الأقل نقل الخبرات العلمية والموارد البشرية اللي عندهم هو المدرسة. بشكرك شكرا جزيلا دكتورة دليلة مختار رئيس المجلس الوطني للشباب. دكتور وائل التناحي في برضو من الشباب من متحدي الإعاقة اللي المفروض أنه هو يعني ينضم للأكاديمية. حضرتك شايف يعني إزاي تتم هذه التجربة؟ طيب سريعا كده ألقي الضوء، احنا عملنا مؤتمر كلنا إنسان في 23/12/2017 ده كان يعتبر مدخل ل 2018 كامل الإعاقة، ده كان علشان حقوق المعاقين في قانونهم الجديد. ولسه يوم 15 يوم الخميس اللي فات كنا عاملين منتدى حقي في قانوني لشرح القانون الجديد بتاع الإعاقة ليهم، وكان مش عايز أقول لحضرتك كان أثره كبير جدا جدا. وكان من أهم توصياتهم إن احنا مش درجة تانية، احنا مواطنين لينا كل الحقوق وعلينا كل الواجبات. فهنا مش لازم يكون في اي تفرقه، بالعكس ده احنا لازم نميز زي ما القانون الجديد مميزهم بنسب معينه سواء في السكن او في العمل. هم كمان حتى في الالتحاق بالمدن الجامعيه في الجامعات هم كمان يكون لهم الحق ان يبقى لهم نسبه على الاقل ليها الاولويه في الالتحاق بال الأكاديمية دي، خصوصا ان هم لما بيجوا يلتحقوا. مش شايف حضرتك ان الحتة دي بقى فيها تمييز على اساس يعني انه يعني تمييز غير مقبول، بمعنى انه القبول في هذه الأكاديمية لابد ان يكون بمعايير الكفاءة يعني ملوش علاقة بفكرة مثلا الجنس مثلا ذكر او انثى او اي طيب فروقات تانية. هو بس عشان نفرق ما بين التمييز والتمييز الإيجابي. التمييز الإيجابي ده بيبقى من بيخلق لنا ممارسات على الارض من اثارها ان هي بتدفعنا للامام وبتحسن الوضع سواء الاجتماعي او الثقافي. فالتمييز اللي احنا بنتكلم عليه هو التمييز الايجابي، بمعنى اولا هو مش هيدخل ويتعمل له استثناءات في المعايير. أيوة. المعايير نفس المعايير، انما يبقى مثلا 10% كويس او 5% من متحدي الاعاقه لازم كل سنه يكونوا محجوز لهم مكان وموجودين. احنا عندنا حضرتك بقى عشان الحته 10% او 5% عشان المشاهد يبقى عارف، احنا عندنا 11 مليون من متحدي الاعاقه. عارف يعني 11 مليون؟ الاكاديميه هيبقى كل سنه يخشها 1000 2000 3 10000. بس 11 مليون هل هم كلهم يعني من الشباب ومن الفئات ومن من يستحق ان ياخذ هذه الدورات؟ هقول لحضرتك اهو، لما يبقى عندنا 11 مليون وعندنا الاكاديميه السي هتاخد 10000 كل سنه، لما يبقى عندنا 5% يعني 5000 ده انا بديك رقم كبير قوي علشان برضو يبقى حجم الرقم، وال 5% باين ان هي في الاخر هتبقى قد ايه. لما يبقى 5% منها اللي هي مثلا 500 واحد كويس، هم اللي هيبقوا متحدي الاعاقه ومتخصص لهم دوت، ده هيبقى لما نيجي نختار من ال 11 مليون اللي هم في الاخر هيصفوا على مليون واحد بس اللي فيهم ينفعوا يدخلوا الاكاديميه دي، هيبقى فيهم 100000 واحد تنطبق عليهم المعايير او 50000 يعني على كل. هو تطبيق المعايير الموضوعيه على الكل ده يعني شيء محمود. نتمنى. بس هو السؤال بقى دكتور وائل، يعني المجالات اللي هتكون فيها التدريب او الدراسه في هذه الاكاديميه؟ بصي المجالات اللي اعلنت لحد دلوقتي هي برضو لحد دلوقتي لسه يعني مش ظاهر كامل ايه معالم شكل الدراسه، شكل المعايير، طريقه الاختيار،
حتى مدة الدراسة، يعني كل ده لم يظهر بشكل كامل، لأن بيتم التحضير ليها بشكل قوي جدا. وإحنا القرار الأكاديمية صدق عليه في 11/2017، والشغل قائم من 2016 من بعد سيادة الرئيس ما أعلن عنها في شرم الشيخ. فأعتقد إن إحنا هنبدأ فيها في أكتوبر مش من فراغ، رغم إن المباني جاهزة وكل حاجة جاهزة، وادينا شفنا الراجل جاي يزور وبنعمل شغل، علشان مش عايزين حاجة تطلع ناقصة، عايزين يحطوا كل حاجة ممكن تكون موجودة تخلي الأكاديمية دي قوية جدا على غرار لينا وعلى غرار كمان أكاديمية ناصر اللي عندنا برضو، اللي بيجي لها بياخدوا منها دبلومات من كل أنحاء العالم برضو، بيجوا ياخدوا عندنا هنا في أكاديمية ناصر. فلازم يكون برضو نفس المعايير دي. احنا المعلن حاليا الجانب الإعلامي والجانب الثقافي والجانب الديني والجانب الاجتماعي وبعض الحاجات الاقتصادية، وطبعا الجانب الإداري أساسي طبعا. فده المعلن ان هو هيبقى شكل الدراسة كده، يبقى كل حاجة. اصل الجانب الإداري ده بيشمل اي مجال، لو زي الام بي اي ما بتاخدها، ما انت بتاخدها يعني هي إدارة في حسب التخصص، يعني هي اوريدي اعتقد يعني هتبقى ماستر بيزنس ادمنستريشن في نفس التوقيت برضو، لان انت بتاخدي فعلا ام بي اي. هي بس هي هتبقى دراسة يعني على مدة طويلة ولا هتبقى دورات صغيرة؟ والله برضو ده لم يعلن، لان مش عايزين ان احنا نستبق الاحداث عشان ما نقولش تصريح يحسب علينا مش مظبوط، بس ده احنا يعني حاولت ابحث اشوف ما لقيتش اي تصريح بيقول ان مده الدراسه قد ايه او شكل الموضوع قد ايه. اللي ظهر بس الهيكل الاداري، شكل الاكاديميه، اتقال ان ممكن السيد الرئيس يطلع قرارات ان ممكن يبقى لها فروع في المحافظات، ان ليها مدير تنفيذي، ان ليها مجلس امناء بيرأسه رئيس الوزراء، يعني ده الشكل العام. طب المجلس الوطني للشباب يعني مهمته بقى في هذه المرحله؟ والله احنا مهمتنا بشكل عام هو تدريب وتأهيل الكوادر الشبابية وإلقاء الضوء على القضايا الشبابية قدر المستطاع، ومحاولة يعني نكون على قد ما نقدر حلقة الوصل ما بين الدولة وما بين الشباب في كل الأماكن وبكل قضاياهم أيا كانت، من أول الإعاقة لحد القضايا العامة أيا كانت في الشباب العادي. طب يعني سريعا دكتور بقى، احنا وصلنا للآخر، هل في نشاطات قريبة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية من حيث مشاركة الشباب وتحفيزهم على المشاركة السياسية؟ احنا بالنسبة لنا العمل السياسي كعمل سياسي ممنوع علينا، إنما احنا مسموح لنا إن احنا نعمل تثقيف سياسي وتوعية سياسية. من دورنا في التوعية السياسية أهم حاجة بنقول لهم اعرف قيمة صوتك، واعرف ان انت وجودك في الانتخابات اهم بكتير من عدمه، وان ده اللي هيخليك في الاخر خالص تحس بقيمتك وتحس بقيمة الفترة والمرحلة اللي انت ماشي فيها. فانت لازم تنزل، لازم تحط صوتك سواء بالسلب او سواء بالايجاب، ان شاء الله حتى تبطله، المهم ان انت تشارك. المشاركة النهاردة بتديك مسؤولية بعد كده، ان انت ما تبقى انت دلوقتي جزء من الحدث، بكرة ممكن تبقى انت صانع الحدث. فده من ضمن الثقافات اللي احنا بنحاول نصدرها للشباب حاليا، وان شاء الله يا رب انا متفائل خير. الشباب كل شوية وعيه بيزيد، الشعب المصري كل شوية وعيه يزيد. بالنسبة لجزء الانتخابات اخر حاجة، النهاردة الشعب المصري فهم وعرف وبقى واعي يعني ايه قيمة صوته الانتخابي. فدي حاجة جديدة جدا علينا، قوية جدا، احنا الحمد لله فهمناها واستوعبناها، وان شاء الله هيبقى العمل بها قوي جدا على ارض الواقع، وهيكون للشباب برضو الريادة فيها كالعادة بإذن الله. بمباركة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانه هو فعلا من بعد 2014 او 13 هو اكبر داعم للشباب، وان شاء الله هنلاقي نتيجة كويسة لمصر ولشبابها ولأهلها ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا. صباح الخير دكتور وائل الطناحي، امين عام المجلس الوطني للشباب. ما زالت فقرات